انضم الينا عبر الهاتف من مدينة سبها المتحدث باسم كتيبة شهداء سبها اسماعيل الاحول. سيد اسماعيل، في البداية اهلا بك. يا اهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. نعم سيد اسماعيل، يعني كما تابعنا في هذا الفيديو مقطع متداول على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر احتفال الكتيبة بصد هجوم عليها، يعني كيف تبدو الاوضاع الان وهل الاشتباكات لا زالت مستمرة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نعم، احتفلوا أفراد كتيبة شهداء سبها بانتصارهم العظيم على العصابات الإجرامية المدعومة من قبل المعارضة الشعبية والنيجيرية والسودانية، وللأسف الشديد ومن بعض الذين تعافوا الأنفس، والحمد لله والأمور الآن مستقرة. وتم طبعا نوضح لك الصورة، يعني تعرض مقر كتيبة شهداء سبها التابع للمنطقة السبعة العسكرية، وهي أحد الكتائب التي شاركت في عملية البنيان المرصوص، ولقد تم استهدافها من قبل العصابات الإجرامية المدعومة من قبل المعارضة الشعبية والسودانية التابعة إلى التبو طبعا بشدة على بينة. ولكن يعني نعم أيوه طيب، يعني سيد اسماعيل، يعني الانباء لا تزال يعني متضاربه حول الجهه المهاجمه والطرف الاخر، هناك من يقول انها قوات اجنبيه، هنالك من يقول انهم من قبيله التبو في مدينه سبها، لو توضح لنا الصوره اكثر. ما يحصل في الجنوب يا اخي العزيز وللمستمعين كافه، واقولها والله على ما اقول شهيد، انما يحصل في الجنوب احتلال من قبل عصابات اجراميه تمتهن تهريب الوقود وتهريب البشر، وهذه العصابات يعني العصابات هذه من تشاد ومن النيجر ومن السودان، للأسف الشديد لقيت هذه المساحة فاضية، لا وجود للجيش الليبي، لا وجود للدولة الليبية للأسف الشديد منذ 7 سنوات، فلقيت المساحة فاضية وتواجدت في هذه المنطقة وتقوم بعمليات لغاية ما يعني طمعت حتى في احتلال الوطن، احتلال الأرض. طيب وما يحدث في الجنوب ليس صراع قبلي. طيب بعيدا عن الصراع القبلي، هنالك من يقول سيد اسماعيل انه صراع للسيطرة على الكتائب في المدينة، ماذا تقول لهذه وجهة النظر هذه؟ السيطرة من قبل من؟ يعني بعض المراقبين يقولون انها اشتباكات للسيطرة على الكتائب في المدينة من قبل الطرفين، هل هذا الامر موجود على ارض الواقع فعلا؟ والله لا يزال السؤال مبهما يا شيخ، من قبل من السيطرة على الكتائب من قبل من؟ طيب نذهب إلى السؤال الآخر، يعني لو تحدثنا عن الخسائر البشرية أولا وأيضا المادية، هل هنالك يعني جرحى أو قتلى سقطوا من الطرفين، وكيف يبدو الوضع الطبي في المدينة، هل هنالك استعدادات جيدة و يعني كل المعدات والأدوية الطبية متوفرة؟ والله الحمد لله، نشكر الله، المركز سبها الطبي قام بدوره وموجود كل الإمكانيات، وبالنسبة لكتيبة شهداء سبها طبعا الحصيلة نزف الشهيد نوري أبو عوينة، وعندنا 4 جرحى حالتهم مستقرة، وبالنسبة للعدو يعني تكبد خسائر في العتاد وفي الأرواح، وهذا جزاء الغازي يعني. طيب هل توقفت الاشتباكات عند هذه النقطة؟ ما الذي سيحصل؟ هل ستتجدد الاشتباكات؟ أيضا الرئاسي يحاول تشكيل لجنة موحدة لتكون يعني في المدينة، هل من تواصل مع المجلس الرئاسي؟ إلى أين وصلت جهود الصلح والتهدية في المنطقة؟ والله يا أخي شوف، بالنسبة للجنوب للأسف إنه مهمش من قبل الرئاسي ومن قبل النواب، أنا يعني النواب المتواجدين في المنطقة الشرقية، والنواب أظن يعني الشعب الليبي اختارهم يمثلوا الشعب الليبي ويقولوا كلمة المواطن، ولكن للأسف الجنوب يعاني من التهميش من الشرق ومن الغرب، ونحذر الشرق والغرب الحرف الواحد أن يجعلوا الجنوب لعبة سياسية. الجنوب سوف يثبت للجميع أنه قادر على لم ليبيا بالكامل.
نعم. وبالنسبه للرئاسي احنا ما عندناش فرق بين الرئاسي بين المنطقه الغربيه بين الشرقيه، وان شاء الله الجنوب حيكون يعني حلقه توصل بين الطرفين لو بينهم مثلا خلاف ولا بينهم.